السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ ايه رايكم بقى في القرص الخطيره بتاعتنا دي؟ قرص باللبن الرايب، حاجه كده خطيره وزي العسل، سهله بسيطه. طب بذمتكم ليه بالغالي نشتريها من الفرن لما كيلو دقيق نطلع كميه كبيره جدا جدا؟ شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، قد ايه هي طريه وهشه. شايفين الجمال من جوه عامل ازاي؟ شايفين قد ايه هي طريه وهشه جدا جدا. تعالوا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقه الهايله للقرص باللبن الرايب عملناها ازاي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهارده حبايبي كان عندي لبن وبصراحة اطعم مني، تمام؟ شايفين اهو بالشكل ده، وانا محتارة اعمل فيه ايه. قلت بس انا هعمل حبه قرص حلوين كده باللبن الرايب اللي راب عندي دوت، وهنطلع بنتيجه حلوه قوي قوي ومرضيه وهتعجبكم جدا جدا. تعالوا نشوف كده. يعني النهارده هنعمل حبه قرص باللبن الرايب هتاكلوا صوابعكم وراها. انا عندي كيلو من الدقيق، الاول هنسمي الله بسم الله ونشوف مقادير القرص باللبن الرايب دي ايه. يا حبايبي عندي كيلو من الدقيق، الدقيق منخول، عندي اللبن الرايب اهو اللي راب مني، تمام. عندي هنا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقتين من السكر، معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة صغيرة من الملح، تمام. شوفوا بقى المقادير سهل خالص وبسيطة ازاي. اول حاجة انا هعملها، وطبعا عندي كوباية من السمنة بس انا حطها على النار تسيح شوية، وادي كوباية السمنة كمان، مج من السمنة كده حبايبي، تمام. هاخد بقى المكونات الجافة دي كلها بتاعتنا، هعوطها كده على الدقيق بسم الله، وهنقلبها كده ببعضها اهو بالشكل ده. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. خلاص كده قلبناها، هنزل بقى بايه؟ بكوباية السمنة دي زي ما قلتلكو. عايزة الدقيق بتاعي يتغلف كده ويبقى عامل زي حبيبات الرمل بالسمنة، كله كده يتغلف مع بعضه اهو. نقلب كده تقليبة حلوة، وبعدين هشتغل بإيدي كده. الدقيق يتغلف عندي بالسمنة زي ما انتوا شايفين، بصوا كده اهو بالشكل ده. هبتدي انزل بقى باللبن بتاعنا شوية شوية كده على حسب الدقيق بتاعك ما ياخد، وابتدي اقلب واحدة واحدة كده معايا اهو، شوية شوية وقلب بالشكل ده. طبعا شوية شوية زي ما قلتلكوا كده، وقلب اعجن بقى في العجينة مش اقل من 10 دقايق كده. عايزة تاخدي نتيجة كويسة للقرص اعجني عجنة حلوة فيها كده مش اقل من 10 دقايق اهو بالشكل ده. خلاص كده بعد ما عجننا العجينة زي ما انتوا شايفين، ووصلنا بالعجينة لحد كده، عجينة طرية يا جماعة وما بتلزقش في الايد خالص، شايفين اهو ما بتلزقش خالص في الايد. هسيبها بقى اغطيها، وطبعا الجو حر هتخمر على طول مش هتاخد وقت، هغطيها واسيبها تخمر، تمام. كده العجينة بتاعتنا خمرت زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. هبتدي ان انا ايه اهبطها بقى بالشكل ده، تمام اهو. وهبتدي بقى ان انا ايه امسكها كده اعملها كورة على قد ما انا عايزة القرصة بتاعتي، عايزها حجم صغير عايزها حجم كبير اللي يريحك. انا شايفة ان كده الحجم حلو معقول اهو، هنكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه معانا ده اهو. كل العجينة هنعملها بالطريقة دي اهو، شايفين سهلة خالص وبسيطة. اخلص بقى بقية الكمية اللي قدامنا دي زي ما انتوا شايفين، ونرجع نشوف هنعمل ايه اهو. شايفين حجم الكرة حلو قد ايه اهو. كده خلاص انا كورتهم كلهم، هنبتدي بقى باول قرصة انا كورتها. هبتدي اجيبها كده بسم الله، وابتدي ان انا افردها
بالشكل ده اهو. عايزه سمكها كده يكون حلو كده. ده كده سمكها معايا اهو زي ما انتوا شايفين. تمام كده بسم الله. نجيب واحده تانيه اهو نبتدي نفرد بسم الله. واحنا بنفرد نحاول ان احنا ايه نظبط اهو بالشكل ده. واحده كمان بس تمام. سمكها كده كويس اهو. اكمل انا بقى بالشكل ده كده. خلاص بططنا بقى القرص زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. عملت كمية حلوة قوي من كيلو دقيق. عملنا كمية بصراحة جميلة. شوفي انتي بقى بصوا في تحت كمان اهو. شوفوا انتوا بقى لو هتشتروا الكمية دي كلها من الفرن ودي كمان صينية كمان تحت اهي هتجيبوها بقد ايه. شايفين بصراحة عملت كمية من كيلو دقيق. عملنا كمية حلوة قوي قوي من القرص. طبعا هسيبها تخمر بقى لتاني مرة تمام. وهشغل الفرن يسخن على درجة حرارة 180 ونغبزها بقى ونشوف الجمال والحلاوة بعد ما تطلع من الفرن عاملة ازاي. ودي كده القرص بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. حاجة كده بجد خطيرة بجد. شايفين السوى عامل ازاي بسم الله. وقد ايه هي طرية وهشة. حاجة كده بجد خطيرة بجد يعني. شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك وبألف هنا وشفا يا رب للي ياكل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش طبعا اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.